كابتن عفت نصار نازل يهري ليل ونهار، وكل الهبد كله عن النادي الاهلي، ودايما حاجات بره التصور العقلي. كان ممكن الكلام يتسكت لو بيتكلم على القهوه مع اصحابه او بيتكلم حتى في السوشيال ميديا، لكن يتكلم في شاشه قناه بتتفرج عليها كل الناس ويتهم الاهلي بتقديم رشا للحكام، ينفع يتسكت؟ اسمعوا الهرية والهبدة الأخيرة لعفت نصار قبل ما نشوف مصدر الكلام. سبب المأساة الكورة في مصر، لأن التحكيم بقى فلان بيحكم علشان أنا عايز النادي ده يكسب، والنادي ده زي ما طلع الكابتن عصام عبد الفتاح قبل كده معايا في برنامج وقال إن هو عمل كرامة للحكم المصري، بدل ما كان بيقبض من خزنة النادي الأهلي بقى يقبض من خزنة اتحاد الكورة. عفوا لا 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 أنا بقول لك الكلام ده، أنا 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 عفت أنا عفت أنا اللي بقول، أنا بقول لك الراجل قال كده. كابتن عفت نصار بيقول الكابتن عصام عبد الفتاح كان معايا في مداخله في البرنامج وقال انه عمل كرامه للحكم المصري بعد ما كان بيقبض من خزنه النادي الاهلي بقى بيقبض من خزنه اتحاد الكوره. يعني الاهلي كان بيقدم للحكام رشاوي علني. الكلام ده ممكن يا جماعه ناس كتيره بتسمعه حتى بره مصر وما تعرفش ايه الحدوته وايه القصه. اولا اتهام مباشر للحكام بانهم بيتقاضوا رشا، واتهام اخطر للنادي الاهلي انه بيقدم رشاوي. الكلام ده يتقال ومحدش بينزعج منه، عشان كده حبينا نسال الكابتن عصام عبد الفتاح اللي ورد اسمه في هذا الكلام. كابتن عصام مساء الخير. مساء الخير استاذ ابراهيم، مساء الخير كابتن عدلي، ومساء الخير على كل الساده الجماهير والمشاهدين. كابتن عصام، عفت نصار ذكرك بالاسم ان انت قلت له انا عملت كرامه للحكام وبقوا بيقبضوا من خزينه الاتحاد مش من النادي الاهلي. والله انا سمعت المقدمه بتاعتك يا استاذ ابراهيم، وانت قلت كلام لا يعني مفيش حد يصدقه، مفيش عقل يصدقه، وعيب ان احنا نزج التحكيم والانديه بهذا الكلام ده، عيب وكلام غير امين وغير صادق على الاطلاق. وعلى فكره هو قال، والكلام سهل ان هو يتحقق منه، يعني قال ان انا في مداخله معاه، طب اكيد المداخله دي موجوده، كلامه في برنامج فاكيد المداخله دي موجوده، ولو حتى هو كلامه حقيقي على الاقل كان عرض هذه المداخله. طبعا كلام بعيد تماما عن الصحه وكلام غير محترم على الاطلاق، ولا يصح من كابتن كبير في نادي الزمالك ان يقول هذا الكلام او من اي حد. فطبعا مستحيل ان يعني انا عمري ما حتى تناولت اي نادي او اي لاعب بكلام غير محترم، لان احنا احنا كحكام او كنت كرئيس لجنه الحكام دايما بدعو الى ان احنا كلنا نكون ايد واحده، والتحكيم المصري لن دي اهم جمله يا كابتن عصام. الحكام لو ايد واحده كل المشاكل تتحل. اتفق معاك يا كابتن عدلي ان ده جزء من مشاكل التحكيم في مصر. طيب للأمان. المشكله جزء من مشاكل الحكام كان القبض بتاعهم منين ودلوقتي منين؟ القبض زمان خالص في الجيل اللي قبل ده كان من الانديه، ثم رجع من النادي منظم المباراه للمباراه صحيح، ثم رجع الى اتحاد الكوره بالظبط. طيب ده اللي حصل. كابتن عصام، نسب اليك تصريح امبارح برضه على احد المواقع ان انت قلت النادي اللي بيطالب بخبير اجنبي للتحكيم هو اللي سبب خراب التحكيم، هل ده حصل منك؟ ده انا المداخله بتاعتي واضحه يا استاذ ابراهيم، مداخلتي واضحه. بقول لك انت في الامارات مش كده؟ لا انا في مصر حاليا دلوقتي. الكلام واضح، المداخله اللي عاملها اول امبارح تقريبا كلامي واضح، لن اذكر ان قلت نادي هو خراب التحكيم، انا قلت الانديه، النادي الاهلي ومعظم الانديه طلبوا خبير اجنبي، انا قلت كده وكلامي واضح. يعني قالوا انه كان في اجتماع، وقلت ان في الاجتماع ده الانديه كلها اللي طلبت. انا قلت هذا الكلام، لكن يعني يعني الحقيقه يا استاذ ابراهيم برضو كابتن عدلي في تصريحات مش على لساني انا، كمان على ناس تانية بتهين التحكيم وبيطلع التحكيم ده ان حاجه مهانه. فالتحكيم ده حاجه كبيره على فكره وعنصر مهم من عناصر كره القدم. التحكيم ده اتمنى ان الامور تهدى ان شاء الله يا كابتن. دي مهنه نبيله جدا، يجب انها يعني تحتفظ بهيبتها ووقارها، ومحدش قال ان حكامنا لا يستطيعوا، ولكن في مشاكل هي اللي بتوصلنا الى المطالبه. كابتن عدلي في مشاكل كتيره، ولازم يا كابتن عدلي نحل المشكله بتروي. احنا الحقيقه كله على الحكام، عشان اكون صادق بامانه، كله على الحكام، الجميع بيهاجم التحكيم.
الجميع، اهلي زمالك كل الانديه، مش بقول الاهلي او الزمالك بس، ده كل الانديه، حتى لما الاهلي والزمالك بيلعب اي نادي اخر، سيراميكا، اي الاتحاد المصري، بيدعوا ان التحكيم بيجامل الاهلي والزمالك، والكلام ده غير صحيح. ما فيش حد هيبقى على نفسه ان الناس كلها تهزقوا يعني بالبلدي كده. صحيح. فانا اتمنى ان احنا نحل المشكله دي بشكل محترم لصالح الكره المصريه. شكرا جزيلا كابتن عصام عبد الفتاح، الخبير التحكيمي ورئيس لجنة الحكام السابق.